natürlich, dass wir das erste Spiel gewinnen können, wissen aber auch, dass Al-Ahly auch gegen Auckland schon mal gespielt hat und verloren hat. Und das ist für uns dann dementsprechend natürlich auch Warnung genug, dass wir voll konzentriert sein müssen. احنا بالنسبه للسؤال كان هل بنرحب بالكوتش، والسؤال كان عن اول مباراه ضد اوكلاند سيتي، مباراه الافتتاح مش هتكون مباراه سهله، ايه تعليق الكوتش على ده؟ فبيقول طبعا احنا بنتمنى ان احنا نفوز باول مباراه، وده هدفنا وده اصرارنا على الفوز باول مباراه ان شاء الله. احنا عارفين انها مش هتكون مباراه سهله، هم كانوا في معسكر تحضيري وما اتهزموش لما لعبوا ضد برشلونه، وده بيبين ان هم فريق مش ضعيف وان هيبقى ماتش قوي بكره ان شاء الله، لكن احنا عندنا دوافع ان احنا نكسب بكره ان شاء الله. Nein, der algerische Spieler kann noch nicht mit dabei sein, der ist nicht auf dieser Liste. Verletzungen haben wir keine, jetzt aktuell ist alles gut, alle fit und Karaba wird ja auch im Kader mit dabei sein. سؤال كان بخصوص هل في مصابين في الفريق او لا، وبخصوص اللاعب الجزائري الجديد وبالنسبه للكهرباء. بالنسبه الحمد لله ما عندناش اي مصابين في الفريق، الفريق كله جاهز. اما بالنسبه للاعب الجزائري القندوسي فهو للاسف مش معانا في قائمه كاس العالم، وبالنسبه للكهرباء فان شاء الله هيكون في قائمه الفريق ان شاء الله. Wir brauchen natürlich am Spieltag dann noch mehr Konzentration auf die Kleinigkeiten, die dann entscheidend sein werden. Und ich bin aber überzeugt, dass wir bereit sind. اللي بيفرق دايما هو درجة التركيز يوم المباراة. احنا طبعا مركزين من اول دقيقة جينا فيها هنا وفي قمة تركيزنا، لكن يوم المباراة والحاجات التفاصيل الصغيرة هي دي اللي بتفرق في الماتشات اللي زي كده. انا ان شاء الله واثق في لعيبتي انها بكرة ان شاء الله هتكون في قمة تركيزها وتأدي احسن ما عندها ان شاء الله. Ja, das ist natürlich je nach Gegner abhängig. Ob wir, ich habe jetzt noch nicht alle analysiert, aber wir werden versuchen, natürlich flexibel zu sein und versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen, damit wir dem Gegner Probleme bereiten können. بالتاكيد احنا عندنا من المرونه ان احنا دايما بنلعب على حسب المنافس وطريقه لعب المنافس، وعندنا من المرونه ان احنا نغير طريقه اللعب ونغير حاجات كتير، وان احنا نفرض اسلوبنا في كل مباراه او الطريقه اللي احنا عايزين نعملها. انا ما حللتش كل الفرق اللي في البطوله طبعا، باخد ماتش بماتشه، لكن بالتاكيد احنا عندنا من المرونه ان احنا نقدر نطبق اكتر من فكر على حسب المنافس بتاعنا عشان نقدر ان احنا نسهل على نفسنا المباريات. الحمد لله يمكن الاجواء كويسه جدا، يعني درجه حراره ساقعه جدا برد يعني، لكن في النهايه الامور كويسه الحمد لله، حاله التركيز عاليه، نتمنى انها تكون موجوده وبشكل كبير جدا بكره، لان هي مفتاح الاستمراريه في البطوله ومباراه بكره. يعني اوكلاند فرقه عندها خط امامي كويس جدا، عندها حته هجوميه كويسه، لازم التعامل يكون بتركيز شديد باهتمام شديد. يمكن من دي اول من فترات بعيدة عندي أول مباراة بنفتتح فيها البطولة يعني، لكن زي ما قلت يعني هتقابل المباراة بتركيز عالي، باهتمام عالي، بجدية عالية، إن شاء الله الرحمن الأمور تبقى كويسة. يعني طبعا دي مش غريبة عليهم، احنا معتادين نيجي هنا على طول، سواء كان في المواجهات مع الإخوة الأشقاء، سواء كان الوداد أو الرجاء أو الدفاع الحسن الجديدي أو المغرب التطواني، هنا لعبنا قبل كده، فلينا يعني رصيد عندهم يعني، لكن تعاملنا معهم ما بيختلفش أبدا، سواء كان في مصر أو المغرب، يعني الاثنين واحد يعني. أي مكسب بيبقى له توفيق يعني، أو آسف، أي توفيق بيبقى له أسبابه يعني، الأسباب بتاعة التوفيق هي التركيز والاهتمام والجدية يعني. هتقابل الموضوع ده بالثلاث عناصر دول، أعتقد إن الأمور يعني إلى حد كبير جدا هتكون موفق، وإلى حد كبير جدا الأمور هتبقى في صالحك يعني. فحالة التركيز لازم تكون عالية، إحنا فاصلين من بطولة الدوري دلوقتي لكأس العالم للأندية، وبعدين هنفصل على بطولة أفريقيا، فلازم دماغك تكون شغالة، التفاصيل الصغيرة تكون موجودة من غير تنشان ومن غير عصبية ومن غير توتر يعني، لكن التفاصيل الصغيرة هي بتجمعها مع بعض بتدي لك نتيجة في الآخر وبتدي لك بطولة في الآخر يعني. فمن غير ما يبقى فيه تنشان ولا فيه تركيز، سوري، ولا فيه عصبية ولا فيه توتر، لكن في اهتمام، في تركيز، في تنبيه، بتكلم مع زميلك كتير، طريقه الكلام بتبقى مهمه، لكن لازم يبقى في دايما صحيان يعني. تمام، دي كره القدم، فان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى نكون موفقين فيها، التعامل فيها يكون عالي جدا في الاهتمام يعني. هي مباراه افتتاحيه لكن هي اللي هتديك الاستمراريه. والله بص يعني انا عارف كويس قوي ان كل واحد في النادي هنا بيبقى
عارف كويس جدا جدا اللي ليه وإلي عليه كمان. يعني الشناوي واحد كمسؤول في الفرقة عن نفسه وعن تيم هو كابتنه، يعني كان رده رائع جدا لما تلقى العرض ده، كان من النصر السعودي، والراجل قعدنا مع بعض وكلمنا وهو كان يعني كان الراجل رده صريح جدا، يعني لو اهميتي في الفرقه واحتياج الفرقه انا شايف ان هو اكون موجود، يعني انا مستعد من غير اي ما خدناش مثلا يعني ساعه زي ما بيقولوا يعني ولا حاجه، او اقل من كده بكتير يعني، لكن الراجل ابدى مصلحه التيم على مصلحته الشخصيه او استفادته، مش عايز اقول مصلحته لانه بيلعب في تيم النادي الاهلي يعني، لكن استفادته سواء كانت ماديه يعني، فدي حاجه تحسب له كواحد من عناصر الفريق وكواحد مسؤول كمان عن التيم يعني. رده كان جميل جدا بالنسبه لي وبالنسبه للجهاز كله سواء كان اداري او فني، وبالنسبه كمان للمشرف على الكوره ولجنه التخطيط يعني، فده عهدنا.